الوحدة الخامسة، تنفيذ التوصيلات والدوائر الكهربية. الوحدة دي هنشتغل فيها 6 أسابيع، هندرس فيها 3 مخرجات. المخرج الأولاني تنفيذ دوائر التوصيلات الكهربية المختلفة، المخرج التاني يختبر صلاحية الدوائر الكهربية، المخرج التالت يقيم أداء الخاص ويخطط لتحسينه. طبعا الوحدة دي شغلها كويس جدا، كلها شغل كهرباء. يلا بينا بقى نخش على الحلقة الأولى، وفيها هنشتغل على المخرج الأولاني تنفيذ دوائر التوصيلات الكهربية المختلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة الخامسة وهي تنفيذ التوصيلات والدوائر الكهربية، هنشتغل فيها 6 أسابيع، هيتم توزيعهم على 3 مخرجات. المخرج الأولاني تنفيذ دوائر التوصيلات الكهربية المختلفة، المخرج الثاني يختبر صلاحية الدوائر الكهربية، المخرج الثالث يقيم أداءه الخاص ويخطط لتحسينه. هيتم توزيع 3 مخرجات على 6 أسابيع. المهم المخرج الأولاني هيبقى عندي المرفقات اللي هتتسلم، مرفق 1 ومرفق 2 عبارة عن مجموعة أسئلة هنجاوب عليها. المخرج رقم 2 هيبقى ليه مرفقين، مرفق 3 ومرفق 4، ومرفق 4 عبارة عن مجموعة أسئلة. المرفق رقم أو المخرج رقم 3 يقيم أداءه الخاص ويخطط لتحسينه، ده هيبقى عليه مرفق 1 ده هو رقم 5. نبتدي مع بعض بقى الحالة الأولى، وناخد المخرج الأولاني تنفيذ دوائر التوصيلات الكهربية المختلفة. طب هندرس إيه بقى في الموضوع ده؟ هندرس عندي 9 نقاط. أول حاجة المفاهيم والمصطلحات الكهربية في مجال التبريد والتكييف، دي بعض التعريفات هنتعرف عليها. أنواع الأسلاك الكهربية في مجال التبريد والتكييف، قانون أوم وتطبيقاته. عندي هنا طريقة حساب مقطع السلك الكهربائي واختيار القاطع المناسب حسب الحمل. بعد كده عندي طرق التوصيل، عندي طرق توصيل المقاومات والملفات والمكثفات. هناخد التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي للمقاومات والملفات والمكثفات. البند رقم 6 هندرس فيه العناصر الأساسية لدوائر اللي دائرة الكهربية البسيطة. رقم 7 هنخش بقى محركات، هندرس فيه المحركات الكهربية وحدية الوجه، هناخد أنواعها واستخدامها وهناخد تركيبها. 8 نقطة التأريض والوقاية من الصواعق، آخر حاجة الكونتاكتور. نبتدي كده. أول حاجة المفاهيم أو بعض التعريفات، هناخد عندي هنا تعريف التيار المستمر. التيار المستمر زي ما احنا شايفين كده، وده التيار المتردد. التيار المستمر هو التيار الذي يمر خلال الموصل الكهربائي في اتجاه واحد وقيمته ثابتة. أما بالنسبة للتيار المتردد بعرفه بقول هو التيار الذي تتغير قيمته واتجاهه ويكرر نفسه مع الزمن، ده التيار المتردد. الجهد الكهربائي بيعرف فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين بأنه الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات الموجبة من نقطة إلى أخرى أقل منها. دي 3 تعريفات مهمين جدا. ناخد بعد كده بقى القوة الدفع الكهربية والقدرة الكهربية، ايه الفرق بينهم وايه تعريف كل واحدة فيهم. القوة الدفع الكهربية بعرفها بقول تمثل القوة الدفع الكهربية الجهد الخاص بالمصدر الكهربي اللي هو جهد البطارية او جهد المولد، وهي القوة التي تجبر الشحنات الموجبة على الحركة من نقطة ذات جهد منخفض الى نقطة ذات جهد مرتفع. اما بالنسبة بقى لتعريف القدرة الكهربية، تعرف القدرة الكهربية عموما سواء كانت كهربية أو غيرها بأنها معدل بذل الشغل، ووحدات القدرة الكهربية هي الواط، ورمز لها بالرمز W. القدرة الكهربية بتتقاس بالواط. تعريف الواط بقى، مدمجين للواط، الواط هو القدرة المتولدة من بذل شغل مقداره 1 جول في الثانية، اللي هو جول على ثانية. يعني أول ما أشوف جول على ثانية أشيلها وأكتب بدلها واط. وفي حالة التيار المستمر يمكن حساب القدرة بالمعادلة الآتية. القدرة بتساوي ايه؟ حاصل ضرب الفولت في شدة التيار، يبقى البي اللي هي الباور هي القدرة وتقاس او تقدر بالواط، في اللي هو فرق الجهد ويقدر بالفولت، الاي اللي هي شدة التيار اللي هي الامبير،
وتقدر بالامبير، والرمز بتاعها ايه، يبقى دبليو في ايه دبليو وات فولت هنا امبير. طب نيجي بقى نعرف المجموعة دي برضو، الطاقة الكهربية بقول هي الطاقة هي المقدرة على بذل شغل، اما بالنسبة للفولت هو وحدة قياس الجهد الكهربي يرمز لها بالرمز في. طبعا الامبير وحدة قياس شدة التيار الكهربي المار في السلك ويرمز لها بالرمز اي. الوات هو مقياس او هو وحدة قياس القدرة الكهربية ويرمز لها بالرمز دبليو. نيجي نبص بقى كده، نخش في تالت بند او تاني بند اللي هي انواع الاسلاك الكهربية في مجال التبريد والتكييف. احنا قلنا طبعا احنا عندنا 9 بنود، هناخد البند رقم 2 الاسلاك الكهربية. يجب ان تتوفر في المواد المستخدمة في صنع الاسلاك الكهربية، يعني انا هشتغل توصيلات كهربية هوصل بيه هوصل بالاسلاك. طب ايه هي الحاجات التي يجب ان تتوفر في المواد التي تستخدم في صنع هذه الاسلاك؟ هنقول هنا ان تكون ذات توصيل كهربي عالي، مقاومة كهربية طبعا لازم تكون ايه منخفضة على قد ما اقدر، تحملها لقوة الشد الميكانيكية، تتحمل التغيرات في درجة الحرارة المتوسطة والمنخفضة، مقاومتها للرطوبة والبلل. نيجي بقى كده نخش بقى في تالت نقطة في المخرج الأولاني وهي قانون أوم. قانون أوم موضوع بسيط جدا خالص. قانون أوم اللي هو الفي يساوي حاصل ضرب شدة التيار في المقاومة. افتكر المثلث ده، هنا عندي لو انا عايز الفولت بضرب الاي في الار. طب انا لو عايز عندي هنا الاي بقسم الفي على الار زي ما انت شايف كده. لو انت عملت مثلث وحطيت هنا في وهنا اي وهنا ار، لو انت بتتلخبط فيه الموضوع بيبقى بسيط جدا لو انت استخدمت المثلث ده. طب انا عايز الار، نبص كده هيبقى في على اي، اهي الاي في على ار، الفي اي في ار. يبقى الفي عارفينها طبعا اللي هي جهد وحدتها الفولت ويرمز لها بالرمز في، المقاومة وحدتها الاوم ويرمز لها بالرمز او العلامة اللي هي بتاعة المقاومة اللي احنا شايفينها دي، التيار وحدته الامبير ويرمز لها بالرمز اي، اختصار الامبير امبير فولت، والمقاومة اللي هي وحدتها الاوم. نيجي كده بقى العلاقة بين المقاومة وشدة التيار. قلنا ايه، انا عندي الفولت بيساوي حاصل ضرب الامبير في المقاومه، يقول عندي هنا شده التيار اللي هو الامبير بيساوي الفولت على الار اللي هو المقاومه. طب لو في حاله لو الفولت عندي ثابت، ايه العلاقه بين الار والاي؟ نخلي بالنا هنا الاول، العلاقه بين المقاومه وشده التيار هي علاقه عكسيه، شده التيار اهي، شدة التيار اهي والمقاومة اهي، العلاقة اللي بينهم علاقة عكسية. أقدر أقول دلوقتي عند ثبوت الجهد إيه اللي هيحصل بقى؟ كلما قلت المقاومة زاد شدة التيار والعكس. خلي بالك شدة التيار بتساوي الفولت على المقاومة، المقاومة هنا في المقام، يعني القيمة دي كل ما بتزيد أو تقل هتأثر على شدة التيار. طبعا العلاقة علاقة عكسية، يعني دي لو دي زادت دي هتقل ولو دي قلت دي هتزيد. قانون أوم الفولت بيساوي حاصل ضرب شدة التيار في المقاومة. طب ناخد مثال كده بسيط جدا مفيهوش أي حاجة، دايرة كهربية بسيطة تحتوي على مصباح مقاومته 2400 أوم، مغذي بجهد 120 فولت، قوة قيمة التيار الكهربي في الدائرة. طبعا أنا عارف قانون أوم الموضوع بسيط جدا، بس أهم حاجة الأول أكتب الداتا بتاعتي. أول حاجة إيه، عندي هنا الآر 2400 أوم اللي هو المقاومة، وعندي هنا الفولت 120 فولت. تمام، الحل بقى انا عارف ان الاي بيساوي الفي على الار، الفي قيمتها عندي هنا 120، انقل بقى ما دام انا كده خلاص كتبت وانا عارف يكون انقل، اشيل الفي واحط 120، اشيل الار واحط 2400، تطلع لي هنا 5% ايه امبير. نيجي بقى الرابع نقطة، طريقة حساب مقطع السلك الكهربائي واختيار القاطع المناسب حسب الحمل. في النقطة دي هنتعلم ازاي نحسب مقطع السلك اللي هيمر فيه تيار كهربائي عن طريق عدة خطوات. أول حاجة هيتم حساب التيار اللي هيمر في السلك. طب التيار ده يختلف من إما 220 لإما 320
وتمانين أحاد الفاز أو ثلث الفاز. نيجي نتكلم، لو أحاد الفاز يعني 220 فولت، التيار هيساوي القدرة على الجهد، لأن عندي القانون القدرة باور بيساوي حاصل ضرب الفولت في الأمبير اللي هي شدة التيار اللي أنا عايزه، وبالتالي الأكشوال كارنت بتاعي اللي هي شدة التيار الحالي هيساوي القدرة البي على الفي اللي هو فرق الجهد. طبعا أنا عارف فرق الجهد، احنا قلنا إن أحد الفاز يعني 220، يبقى بي على 220. طيب لو ثلاثي الفاز اللي هو 380 فولت، القدرة بتساوي ايه؟ جذر 3 في الفي في الاي، جذر 3 في فرق الجهد في شدة التيار، وبالتالي عندي هيبقى الاكشوال كارنت او شدة التيار الحالي بيساوي البي على جذر 3 في الفي. هودي الجزء ده الناحية التانية هنا مقسوم، تمام، واشيل قيمة الفولت واحط 380، هيبقى بي على جذر 3 في الفي اللي هو 380. بعد كده تاني حاجة بقى او تاني خطوة هنشتغل عليها، يتم ايجاد تيار القاطع. تيار القاطع احنا عارفين طبعا، انا بحمي الدايرة او بحمي اي حاجة كهربية بحط هنا قاطع وكايل. طبعا القاطع دوت وظيفته اللي انا بيتم فصل او قطع التيار الكهربائي لو زاد الحمل. طيب القاطع ده بيبقى ليه حمل او ليه امبير، احسبه ازاي؟ تيار القاطع بيساوي بضرب 1.25% في تيار الحمل. التيار الحمل انا جبته، التيار انا لسه جايبه، هضربه في 1.25، دي حماية 25%، وبالتالي هتطلع لي القيمة بتاعتي ده تيار القاطع. طب بعد كده هعمل ايه بقى؟ بعد ما جبت تيار القاطع هخش بقى على الجدول ده واجيب مساحة مقطع السلك. الجدول ده فيه بقى عندي هنا مساحة المقطع ايه؟ عندي مجموعة واحد ومجموعة اتنين ومجموعة تلاتة. ايه بقى مجموعة واحد؟ مجموعة واحد بيقول لي هنا ايه اللي هو السلك ده او الموصل ده، موجود مع عدة خطوط او مواصلات داخل ماسورة، يبقى ماسورة فيها ايه خطوط كتير. المجموعة التانية بيبقى مواصلات مغلفة، لو الموصل دوت مغلف باخد المجموعة رقم اتنين. المجموعة رقم تلاتة مواصلات ممددة في العراء، يعني مش داخل ماسورة ولا أي حاجة خالص، بيبقى أنا هشتغل في المنطقة دي. وأشوف السلك اللي أنا هستخدمه نحاس ولا ألمونيوم. طيب عندي هنا وات أي إن وأي إم، ده شيء التيار وده شيء التيار. إيه بقى الأي إم؟ الأي إم هو التيار الأقصى الذي يتحمله السلك، أما الأي إن هو التيار الاعتيادي الذي يصمم عليه السلك. طبعا احنا جبنا تيار القاطع. بعد كده انا بشوف انا هشتغل مثلا هنا في المجموعة واحد ولا اتنين ولا تلاتة، واشوف انا هشتغل ألمونيوم ولا نحاس، ولما اشوف القيمة بتاعتي بتاعت تيار القاطع ابدأ من خلالها اجيب ايه سمك المقطع او مساحة المقطع. نيجي بعد كده لإيجاد تيار الكابل. تيار الكابل بيساوي 1.2 في تيار القاطع. تيار القاطع احنا طلعناه، اجيب بقى تيار الكابل اضرب تيار القاطع في 1.2. خامسا واخر حاجة، بيتم اخذ هذه القيمة اللي انا جبتها من الخطوة رقم 4 وببحث عنها في جداول الكابلات. نخلي بالنا ان معظم المكاتب تستخدم جداول شركات محددة، طبعا جدول الشركات بيبقى فيه الكابل والسمك بتاعه او مساحة المقطع بتاعته والتيار الاقصى تيار ليه. فهنا بيقول لي حيث يجب ان يكون تيار الكابل، تيار الكابل اللي احنا لسه جايبينه ده، يجب ان يكون ايه بقى اكبر او يساوي قيمة التيار الذي استنتجناه في الخطوة رقم 4. طبعا هنا تيار الكابل انا هنا اطلع قيمة لا تبقى قدها لا اكبر منها، بس ما تجيبهاش اقل من القيمة اللي هتطلع من هنا. هو ده الكابل المسموح اللي انا هشتغل بيه في الشغل بتاعي. نيجي بقى نخش عند خامس نقطة من الوحدة بتاعتنا او المخرج اللي احنا شغالين فيه، المخرج الاولاني. خامس حاجة بقول لي طرق توصيل المقاومات الملفات المكثفات. طرق توصيل التلاتة دول،
نخلي بالنا، عندي هنا بيتم التوصيل لإما على التوالي أو على التوازي أو على التوالي والتوازي مع في كلا المقاومات والمكثفات والملفات. طب نيجي بقى نشوف الكلام دوت عند المقاومات، ندرسها كده ونشوف التوصيل بتاعها على التوالي والتوازي ونحسب حساباتنا. الموضوع ده مهم جدا، نبص كده مع بعض. هنشتغل على المقاومات. طب التوصيل على التوالي، لما بنيجي نوصل على التوالي يعني ايه بقى توصيل على التوالي؟ نبص كده مع بعض. يعني مثلا لو عندي 3 لمبات، ادي لمبة 2 3، وعندي مصدر التيار الكهربي باخد منه مثلا كده الفردة الاولانية وباخد منها اروح للتانية وباخد منها اروح للتالتة وباخد من دي اطلع على ايه مصدر التيار الكهربي، بالتالي هتقيد الـ3 لمبات. بس خلي بالك كل لمبة على حسب مقاومتها هتلاقي شدة أو شدة الإضاءة بتاعتها هتختلف. نبص دي إضاءتها عاملة إزاي، دي ده بقى التوصيل على الإيه؟ التوالي. طيب نبص كده مع بعض. في حالة التوصيل على التوالي بيبقى عندي هنا مقاومة ده وعندي هنا مقاومة ده وعندنا مقاومة ده، يعني ده ليه مقاومة وده ليه مقاومة ودي ليه مقاومة. نخلي بالنا إن التيار اللي هيبقى هنا هو نفس قيمة التيار اللي هنا هو نفس قيمة التيار اللي هنا، تمام. أما بالنسبة للفولت، وبرضه بيتقسم الفولت على الأولانية والتانية والتالتة، يعني بقول هنا الفولت الكلي هيبقى عندي في واحد زائد في اتنين زائد في تلاتة. ما معناه لو أنا عندي هنا الجهد 220 فولت هيتقسم على التلاتة دول، يعني دي مش هتاخد 220 ودي 220 ودي 220، لا ده التوالي بقى مختلف. في حالة المقاومات الـ220 هيتقسم مع التلاتة، عشان كده هتلاقي لمبات التلاتة إضاءتهم هتلاقيهم ضعيفة، وفيهم واحدة هتبقى قوية وواحدة هتبقى أقل وهكذا، تمام. يعني الفولت هيتقسم على تلاتة، يعني مجموع دول هيبقى 220 فولت زي كده. والتيار اللي ماشي هنا، التيار اللي ماشي في التلاتة دول هو تيار ثابت اي كونست، التيار ثابت. اما الفولت الكلي هو الفولت مجموع الفولت 1 و2 و3، تمام. وبالتالي عندي هنا المقاومة الكلية هتبقى عندي R1 زائد R2 زائد R3. يعني لو عايز قيمة المقاومة الكلية الموجودة في الدائرة دي هجمع الـ3 مقاومات، لو عايز الفولت الكلي هجمع الفولت 1 و2 و3. ده في حالة التوصيل على التوالي. نيجي بقى نشوف التوصيل المقاومات بس على التوازي، الشكل بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده، عندي 3 مقاومات ادي 1 و2 و3. نخلي بالنا ده مصدر التيار الكهربي، دي المقاومات، كل مقاومة من دي واخدة طرفين كهربا دايركت على طول، تمام. يعني لو دي فصلت مش ليها علاقة بالاتنين التانيين، تمام. اما في التوالي لو كان في مثلا، لو احنا كنا موصلين 3 لمبات على التوالي، لو واحدة فيهم فصلت التلاتة هيفصلوا. اما في التوازي الموضوع مختلف، كل واحدة لوحدها، يعني كل واحدة واخدة طرفين الكهربا زي ما احنا شايفين كده. طيب وكل واحدة بيمر فيها شد التيار او امبير بتاعها، هنا يبقى عندي هنا امبير 1 وعندي هنا امبير 2 وعندي هنا امبير 3. الامبير الكلي هيساوي مجموع الامبير 1 و2 و3، تمام. وعندي هنا الفولت ثابت، يعني قيمة الفولت هنا زي هنا زي هنا، يعني ده لو 220 هيبقى دي الفولت اللي هنا، لو قسته هلاقيه 220 وهنا 220 وهنا 220. نبص كده مع بعض بقى. احنا قلنا قانون اوم، طبعا ده بداية شغلنا، الفولت بيساوي الاي في الار، شدة التيار في المقاومة. احنا قلنا هنا الفولت ثابت عند هنا وهنا وهنا، تمام. انا عندي هنا بقى شدة التيار بيساوي ايه؟ الفولت على ايه؟ الار، تمام. عندي هنا المقاومة الكلية او شدة التيار الكلي بيساوي مجموع شدة التيار 1 و2 و3. طب انا لو عايز اجيب المقاومة الكلية، هل في الحالة دي هتبقى الار التوتال هي مجموع R1 و R2 و R3؟ لا طبعا، الوضع هنا
مختلف. نبص كده مع بعض، هي الاي ديت بيساوي ايه؟ مش بيساوي الفي على الار، وعندي هنا الفي ثابت، هيبقى واحد على الار توتال بيساوي واحد على ار 1 زائد واحد على ار 2 زائد واحد على ار 3 زي ما احنا شايفين كده. اشيل قيمه الاي واحط القيمه بتاعت احنا، بس طبعا عندنا الفي ثابت فحطيت ايه واحد. يعني عشان اجيب الار توتال بقول واحد على ار توتال بيساوي كده، او ممكن احطها بصيغه تانية خالص. لو انا عايز اجيب ار توتال على طول اقول واحد على واحد على ار 1 زائد واحد على ار 2 زائد واحد على ار 3 ده لو انا عايز اجيب قيمه الار توتال الكليه على طول. يبقى عرفنا القانون بتاعها، ده انا اقدر اشتغل عليه واجيبه. لما اشتغل بالطريقه دي، لما اشتغل بالطريقه دي، طبعا لما اجي اشتغل بالطريقه ديت عشان اجيب واحد على ار توتال بقوم قاسم واحد على القيمه اللي هتطلع لي تديني ار توتال. طب احنا كده خدنا على التوالي وخدنا على التوازي، وعرفنا ان على التوازي بيساوي واحد على واحد على ار 1 زائد واحد على ار 2 زائد واحد على ار 3. اما في التوالي الار توتال بيساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. طب لو في بقى دايره فيها مقاومات على التوالي وعلى التوازي، اللي هو بقى التوصيل على التضاعف، نبص كده مع بعض. شوف كده احنا عندنا هنا مقاومتين، الاتنين متوصلين مع بعض على التوازي، واتنين متوصلين مع بعض على التوالي. هنعمل ايه؟ احنا قلنا لو المقاومات متوصله مع بعض على التوالي، الار توتال بيساوي مجموع المقاومات ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 زائد ار كذا كذا كذا. طب دلوقتي انا عندي دي توالي ودي توالي، والاتنين دول توالي مع دي، بس الاتنين دول متواصلين مع بعض على التوازي. نخلص المقاومتين دول نخليهم مقاومه واحده، نجيب مجموعهم واللي يطلع نجمعه زائد دي زائد دي، يبقى كده جبنا الار توتال. طب تيجي ازاي؟ نبص كده مع بعض. ار توتال بيساوي طبعا ار 1 زائد ار 2 عشان متواصلين مع بعض على التوالي. طب زائد دول متواصلين مع بعض على التوازي، قلنا بيساوي ايه؟ واحد على ار 1 على ار 3 زائد واحد على ار 4، ولو في مقاومه هنا كمان معاهم ار 5 هيبقى زائد واحد على ار 5 تحت هنا في الايه؟ في المقام. يبقى كده اقدر اجيب مجموع المقاومات الكليه، لو سواء بقى كان عندي توالي وتوازي. انا كده فهمت التوالي بيساوي المجموع، اما في حاله التوازي بيساوي القانون اللي انا شغال عليه ده. طب تعال ناخد مع بعض كده تمرين نجرب فيه. شوف بقى نطبق، الموضوع بسيط جدا وسهل زي ما شرحنا اخر واحده. عندي هنا اربع مقاومات، اتنين متواصلين مع بعض على التوالي واتنين متواصلين مع بعض على التوازي. عايز اجيب الار توتال مجموعه المقاومات دي كلها. طيب احنا قلنا دي في واحده اهي وفي واحده اهي، انا عايز الخصهم الاتنين دول اخليهم واحده زي كده. تمام، جبتها ازاي؟ بمية ازاي؟ ده القانون اللي استخدمته. الار توتال بيساوي هات التوالي مع بعض الاول، 20 زائد 30 زائد الاتنين بقى المتواصلين مع بعض على التوازي دول بيساوي ايه؟ واحد على هنا بقى واحد على المقاومه دي زائد واحد على المقاومه دي. اجي اخلص دي كده هتطلع لي ب 100 اوم. طب ار توتال هيساوي ايه؟ هيبقى 20 زائد 30 زائد ال 100 اوم، يبقى بالتالي هتديني 150 اوم مجموعه المقاومات الكليه. طب نيجي ناخد واحده كمان عشان نفهمها. احسب المقاومة الكلية لمجموعة المقاومات الآتية، ده جايبين هنا اتنين على التوازي وهنا تلاتة على التوازي، بس الاتنين متواصلين مع بعض على التوالي. يعني هجيب مجموعة دي لوحدها وأقول زائد مجموعة دي لوحدها بقانون واحد سهل جدا. بص مجموع بسيط جدا، هنقول هنا واحد على نمسك هنا الأول على 300 زائد 300 زائد 300، كده جبت الإيه؟ الجزء الاولاني ده خليته مقاومه واحده اهي، وهنا الثانيه بقى هتبقى 1 على 400 زائد 1 على 400. الموضوع بسيط جدا، اخلص دي بالاله الحاسبه الار توتال هتديني 150 اوم. طب ده احنا كنا بنتكلم على توصيل المقاومات. طب نيجي بقى ناخد بقى توصيل المكثفات. توصيل المكثفات ناخد بقى الام على التوالي الام على التوازي. طب هنا عندي هنا بتعامل بالسي والفي والكيو. ايه هي السي؟ السي هي سعة
المكثف ووحدتها فراد أو مايكرو فراد. الكيو اللي هي الشحنة الكهربية ووحدتها الكولوم. الفي اللي هو فرق الجهد بين ألواح المكثف ووحدته فولت، يبقى فرق الجهد والشحنة والسعة. الفولت بيساوي الشحنة الكهربية على سعة المكثف. طب نيجي بقى ناخد التوصيل على التوالي. عكس المقاومات على طول، في المقاومات كنا بناخد الار واحد، الار توتال بيساوي ار واحد زائد ار اتنين زائد ار تلاتة، تمام؟ لا، هنا بقى عايز اجيب السي او السعة الكلية للمكثف للسي واحد وسي اتنين وسي تلاتة، بيبقى بالقانون ده اللي انا بلخصه بالقانون ده. السي توتال الكلية بيساوي واحد على واحد على سي وان زائد واحد على سي تو زائد واحد على سي ثري. الكلام ده كنا بنشوفه في المقاومات بس كان في التوازي مش في التوالي، فعشان كده بقول لك توصيل المكثفات على التوالي والتوازي هي عكس الكلام الموجود في الين في المقاومات، تمام؟ طب جه ازاي الكلام ده؟ اقول لك انا، شوف القانون ده بيقول لك ايه، الفي بيساوي كيو على سي، صح كده؟ طيب عندي هنا الفي واحد او الفي توتال بيساوي في واحد زائد في اتنين زائد في تلاته، تمام؟ شيل الفي وحط قيمتها، الفي هنا هتبقى التوتال بقى هيبقى واحد على سي توتال، لان عندي كيو هنا هي اللي ثابته، وهساوي بقى واحد على سي 1 زائد واحد على سي 2 زائد واحد على سي 3. بشيل الفي واحط القيمه بتاعتها اللي هي كيو على سي، وعندي هنا كيو ثابته. عشان مش اوجع دماغك بالكلام ده كله، خلصت الكلام ده في حاله المكثفات في حاله توصيل على التوالي. السي الكليه بتساوي الكلام ده، واحد على واحد على سعة المكثف الأولاني زائد واحد على سعة المكثف التاني زائد واحد على سعة المكثف التالت. طب افرض عندي مثلا 10 مكثفات، هكذا أداني ماشي، واحد على سي أربعة، واحد على سي خمسة، وهكذا. دي في حالة توصيل المكثفات على التوالي. في حالة توصيلها بقى على التوازي موضوعها سهل بقى. شوف الموضوع بقول إيه، سي توتال بيساوي سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة، وده الإثبات بتاعها، عكس الكلام اللي احنا قلناه في المقاومات. المقاومات على التوازي كانت غير القانون ده خالص، تمام؟ ناخد نشوف لو احنا مثلا فاهمين المقاومات في المكثفات ناخد عكسها على طول في حالة التوالي والتوازي. خلاص يبقى احنا كده عرفنا المكثفات في حالة التوصيل على التوازي، سي الكلية بيساوي سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة. طب ناخد تمرين على الكلام ده. عندي هنا ثلاث مكثفات متواصلين مع بعض على التوازي. الموضوع بسيط خالص، اطلع بقى اشوف سعة المكثف الاولاني كام والتاني كام والتالت، هو مديهولي اهو متواصلين مع بعض على التوازي مع مصدر جهد قيمته 220. احسب قيمة السعة المكافئة، قيمة الشحنة الموجودة على كل مكثف. نمسك واحدة واحدة كده، نمسك الداتا بتاعتي. عندي سي واحد وسي اتنين وسي تلاتة بالمايكرو فرات، وعندي الفولت 220 فولت. طيب عايز احل بقى، عايز السي الكلية. طبعا احنا قلنا في حالة التوصيل على التوازي هيبقى سي الكلية بيساوي سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة، كلام مظبوط؟ طيب يبقى سي الكلية بتساوي ايه؟ هتبقى أربعة زائد واحد زائد اتنين مجموعة التلاتة، تمام؟ سبعة مايكرو فرد. عايز بعد كده أجيب قيمة الشحنة على كل مكثف. أنا عارف إن الشحنة بيساوي سعة المكثف في الفولت، صح؟ هجيب الشحنة الأولانية، هقوم ضارب السي واحد في الفولت اللي موجود. السي واحد عندي بكام؟ بأربعة. في الفولت عندي بكام؟ 220. أضرب أربعة في 220 يديني 880 مايكرو كل، تمام؟ نفس الكلام في كيو اتنين، هتبقى السي اتنين عندي هنا بواحد، أضربها في 220 اللي هو الفولت، يديني 220 مايكرو كل. طب ليه مايكرو كل ما طلعتهاش كولوم؟ ليه؟ لأن عندي هنا السعة بتاعت المكثف بالمايكرو فرات. المايكرو فرات لما اجي اضربه في فولت يديني مايكرو كولوم، اما لو سعة المكثف هنا بالفرات يديني هنا كولوم على طول. كيو 3 نفس الكلام، اضرب سعة المكثف 2 في 220 يديني 440 مايكرو كولوم. طب احنا كده خدنا التوصيل للمقاومات والمكثفات، خدنا التوالي والتوازي بتاعها. طب نيجي ناخد بقى الملفات. دي توصيل الملفات على التوالي. موضوع بسيط جدا. الاي اللي هو قوة الدفع الكهربائية لكل ملف،
الال الحس الذاتي لكل ملف. الاي توتال بيساوي اي واحد زائد اي اتنين زائد اي تلاتة. الال توتال بيساوي ال واحد زائد ال اتنين زائد ال ايه تلاتة. هناخد الملفات نفس الشغل الموجود على المقاومات. المقاومات كان اقول ال في توتال بيساوي في واحد زائد في اتنين زائد في تلاتة، والار الكلية بيساوي ار واحد زائد ار اتنين زائد ار تلاتة. ده نفس الكلام ونفس المعاملة معاه، نفس الكلام. الاي قوة دفع كهربية، ال الحس الذاتي لكل ملف. ده في حالة التوصيل على التوالي. طب في حالة التوصيل على التوازي، لو انا عايز اجيب بقى ال الكلية الحس الذاتي الكلي لجميع الملفات، تمام. احنا خدنا في التوالي بيساوي مجموع واحد زائد اتنين زائد تلاتة. طيب في حالة بقى التوازي، انا بتكلم على ملفات زي ما احنا شايفين كده، ال توتال بيساوي واحد على واحد على ال وان زائد واحد على ال تو زائد واحد على ال ثري. ال طبعا زي ما احنا عارفين الحس الذاتي لكل ملف، ال توتال الحس الذاتي لجميع الملفات. موضوع بسيط جدا مفيهوش أي حاجة. نخش بقى على النقطة رقم ستة اللي هي العناصر الأساسية للدائرة الكهربية البسيطة. عندي دائرة كهربية بسيطة، طبعا عندنا مثلا بطارية أو مصدر تيار كهربي، عندنا الحمل بتاعي ممكن يبقى لمبة ممكن يبقى محرك ممكن يبقى أي حاجة، الحمل اللي أنا هشتغل عليه، وعندنا مفتاح سويتش اللي هو فصل وتشغيل. تتكون الدائرة الكهربية طبعا من العناصر ديت: منبع التيار الكهربي، أحمال كهربية اللي هو الحمل، مفتاح التحكم، وكمان السلوك اللي هتوصل المجموعة دي كلها ببعض. نبص كده مع بعض. منبع التيار الكهربي هو مصدر إمداد الدائرة الكهربية بالطاقة الكهربية التي تقاس بالفولت. أما بالنسبة للأحمال الكهربية هي المعدة أو الجهاز الذي يستهلك الطاقة الكهربية. مفتاح التحكم هو وسيلة لفصل أو توصيل مصدر التيار الكهربي للحمل. رابع حاجة وأخيرا المواصلات الكهربية، هي عبارة عن أسلاك كهربية تربط الدائرة ببعضها، ويجب أن تكون جيدة التوصيل للكهرباء. نيجي ناخد بعض التمرين كده على الشغل بتاعنا ونجاوب كده مع بعض. أول حاجة بيقول لي إيه؟ التيار المستمر هو التيار الذي يمر خلال الموصل الكهربي في اتجاه واحد وقيمته ثابتة. نفكر في الإجابة. طبعا الإجابة صحيحة. في طريقة التوصيل المقاومات على التوازي، نخلي بالنا كده، طريقة توصيل المقاومات على التوازي، يوزع التيار على فروع الدائرة بحيث يمر التيار الأكبر في الفرع الذي مقاومته أصغر. طبعا إجابة خاطئة، الكلام دوت في حالة التوالي مش التوازي. يمكن تعريف الدائرة الكهربية البسيطة بأنها مسار مغلق للتيار الكهربي، حيث يخرج التيار من النقطة ذات الجهد الأعلى ويعود إلى إكمال الدائرة إلى النقطة ذات الجهد الأقل. الإجابة صحيحة. السعة المكافئة لمجموعة سعات متصلة على التوازي، سعة احنا بنتكلم دلوقتي على مكثف، يبقى السعة المكافئة لمجموعة سعات متصلة على التوازي غير مساوية المجموع الجبري لهذه الساعات. نفكر فيها. طبعا الإجابة خاطئة. ليه؟ لهنا مساوية للمجموع الجبري لهذه الساعات. الساعة كلها بتساوي سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة إلى آخر كل الساعات. خامس حاجة وأخيرا، عند توصيل مكونات الدائرة على التوالي يمر نفس التيار في كل منهم. إجابة طبعا إجابة صحيحة. قلنا في حالة توصيل الدائرة على التوالي التيار الماشي كله تيار ثابت عكس التوازي، بيتقسم التيار بقى. لا، التيار هنا في مثلا حوالين الحمل ده في تيار، وهنا في تيار تاني، وهنا في تيار تالت. التيار كله بيساوي مجموع التيار المار هنا وهنا وهنا. كده خلصنا النقطة رقم ستة، ونخش بقى على نقطة جديدة اللي هي النقطة رقم سبعة، وهي شغلي بقى جديد، وهو المحركات الكهربية وحيادية الوجه. محرك الكهربي طبعا لا غنى عنه في كل بيت. محرك الكهربي ده موجود في المروحة، وموجود في جهاز التكييف، وموجود في الغسالة، موجود في التلاجة، في المروحة الموجودة للنو فروست، أو موجودة في المحرك
الضغط الموجود في التلاجة، موجود في كل حاجة. فاحنا عايزين ندرس كده المحرك الكهربي. في البداية المحرك الكهربي عندي منه نوعين، يا اما احادي او ثلاثي، احادي الوجه او ثلاثي الوجه. احادي الوجه اللي هو شغال على 220 فولت اللي هو موجود عندنا في البيت في كل حاجة، وفي بقى الثلاثي الاوجه اللي هو موجود 380 فولت، بس ده بيبقى موجود بقى في الورش والمصانع اللي هو بيحتاج لكهرباء 380 فولت. طبعا قدرات المحرك الثلاثي اوجه قدرات كبيرة جدا مختلفة عن المحرك الاحادي الاوجه. طب بص بقى في موضوع التركيب، المحركات كلها قريب جدا من بعض، يعني التركيب هتلاقيه يعتبر شبه ثابت هو نظرية العمل، فلازم نفهم الموضوع ده كويس جدا. فتشترك جميع المحركات في التركيب من عدوين أساسيين، عدو ثابت والعدو الدائر. كل المحركات كده عدوين، عدو ثابت وعدو دائر. ده العدو الثابت وده العدو الدائر. العدو الثابت اللي هو فيه ملفات تقويم وملفات تشغيل بتاعة المحرك، العدو الدائر اللي هو بيتم فيه عملية الحركة اللي هو موجود هنا على محورين، وبيتم هنا عملية الدوران اللي أنا إيه عايزها. المحرك في البداية بيحول الطاقة الكهربية لطاقة حركية، بياخد الكهرباء يديني مكانها حركة. طبعا أنا باخد الحركة دي بستخدمها بقى أنا أدور مروحة، أدور أعمل أي حاجة فيها دوران زي ما أنا عايز. طب ناخد بقى التركيب، العدو الثابت لعدو الدائر. العدو الثابت عبارة عن إيه؟ نمسك كده بقى مع بعض. العدو الثابت اللي هو الستيتور اللي هو الجزء اللي موجود قدامنا ده، جسم العدو الثابت زي ما احنا شايفين عبارة عن ايه؟ نبص كده، عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني مفرغة من الداخل على هيئة اسطوانة دائرية. الاسطوانة دي مفرغة زي ما احنا شايفين وفيها مجاري طولية، فتحات. الفتحات دي او المجاري دي بيتحط فيها ملفات العدو الثابت. تمام. طب ملفات العدو الثابت بقى عبارة عن ايه؟ نبص كده مع بعض. ملفات العدو الثابت عبارة عن ملفين، ملفات تقويم اللي هي ملفات وملفات تشغيل. ملفات التشغيل دي ملفات أساسية بدنا موجودة في الدائرة، ملفات أو تقويم اللي هي بتدي عزم تقويم للمحرك ديت أو بتساعد المحرك اللي هو يبدأ يشتغل. طب نيجي ناخد بقى ايه الفرق بين الاتنين. الاتنين أولا بيصنعوا من النحاس الأحمر ومعزول بمادة الورنيش. طب ايه الاختلاف لحد دلوقتي؟ الاختلاف ان ملفات التشغيل مساحة مقطعها بتبقى كبيرة، عدد لفاتها كبيرة بتشمل تلتين عدد المجاري. احنا قلنا في مجاري بتتحط فيها الملفات، طيب تلتين من المجاري دي بيتحط فيها ملفات التشغيل. ونبص كده مع بعض، احنا بنقول ايه؟ مساحة مقطعها كبيرة وعدد لفاتها برضو كبيرة. خلي بالنا بقى، كلما بيزيد عدد اللفات وبيزيد مساحة المقطع بتقل المقاومة. لو جيت اقيس المقاومة بتاعته هلاقيها ايه؟ قليلة. بيرمز بالرمز الملفات الأساسية لملف التشغيل بآر أو إم. يبقى ملفات التشغيل مساحة مقطعها كبيرة وعدد لفاتها كبيرة، وبالتالي تصبح مقاومتها صغيرة. ملفات التقويم بقى عكسها، هي بتصنع من النحاس الأحمر ومعزولة مادة الورنيش. إيه الفرق بقى بينها وملفات التشغيل؟ إن ملفات التقويم مساحة مقطعها صغيرة، عدد لفاتها صغيرة، وبالتالي تصبح مقاومتها كبيرة، ويرمزها بالرمز اس. صح كده؟ يبقى ملفات تشغيل ار، ملفات تقويم اس. ملفات تشغيل مساحة مقطعها كبيرة وعدد لفاتها كبيرة ومقاومتها اقل. ملفات التقويم عكسها بقى، مساحة مقطعها صغيرة وعدد لفاتها صغيرة ولكن مقاومتها كبيرة. ده العدو الثابت، وخدنا ملفات العدو الثابت. نيجي بقى نمسك كده العدو الدائر عبارة عن ايه؟ نبص كده مع بعض. عبارة هنا عن قلب حديدي عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني المعزولة مع بعضها. يتم تجميع هذه الرقائق على عمود دوران، وبتكون على شكل اسطوانة زي ما احنا شايفين كده. على محيطها الخارجي مجاري طولية، المجاري دي بيتحط فيها ملفات العدو الدائر اللي هي دي. ملفات العدو الدائر بقى تعالى بقى نشرحها كده. خلاص عرفنا العدو الدائر وبتحط فيه ملفات العدو الدائر. ملفات العدو الدائر عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن قضبان من نحاس او الومنيوم. قضبان اهي من نحاس او الومنيوم سميكة المقطع، بتوضع في المجاري الطولية الموجودة في المحيط الخارجي لاسطوانة العدو الايه؟ الدائر. وبيتم لحامها من جهتين. نبص كده، ادي الايه؟ القضبان اهي، وبلحمها من ايه؟ جهتين، بحلقتين من نفس نوع معدن القضبان.
بتكون على شكل، وبالتالي بقى بيس بعد كله بيكون على شكل قفص سنجاب، لذا سمي بالعدو الدائر ذو القفص السنجاب. طب نيجي بقى ناخد نظرية العمل. نظرية العمل بسيطة جدا بقى. لما بيمر التيار الكهربي للمحرك وبيوصل في ملفات التقويم وملفات التشغيل، بيبقى في زاوية وجه بين التيارين، الزاوية دي تقريبا 30 درجة. بمرور التيار في الملفين بيتولد مجال مغناطيسي دوار، هذا المجال بيقطع ملفات العدو الدائر، فيمر التيار في ملفات العدو الدائر ينتج عنه مجال مغناطيسي آخر، المجال ده بيتفاعل مع المجال المغناطيسي الدوار بيتولد عنه عزم تقويم للمحرك. وعندما يصل المحرك ل 75% من سرعته المقننة، في عند ريلي بينفصل ملفات التقويم، وبالتالي يعمل المحرك فقط بملفات التشغيل. نبص بقى على النقطة ديت. على حسب الطريقة اللي بيتم فيها توليد المجال الدوار يتم تسمية المحرك، وعلى هذا تكون أنواع المحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد 5 أنواع، وهما بقى عندي النوع الأولاني المحركات الكهربية أحادية الوجه ذو الوجه المشطور، تاني حاجة المحرك الكهربي الاستنتاجي ذو مكثف البدء، تالت حاجة محرك كهربي الاستنتاجي ذو مكثف التشغيل، رابع حاجة بقى المحرك الاستنتاجي ذو مكثف البدء والتشغيل مع بعض، خامس حاجة المحرك ذو القطب المظلل. طب مجالات استخدام المحركات دي ايه؟ نبص كده. تستخدم المحركات الكهربية أحادية الوجه في إدارة دواغة التبريد، مراوح، طلمبات المية الخاصة بأجهزة التبريد وتكييف الهواء بقدرات مختلفة. كده خلصنا النقطة رقم 7. ندخل بقى على النقطة رقم 8، وهي التأريض والوقاية من الصواعق. عملية التأريض دي بقى موضوع مهم جدا. في بعض الأحيان لما تيجي تمسك مثلا غسالة كده وأنت واقف على الأرض، تلاقي نفسك اتكهربت، اللي أنت خدت الطرف الأرضي ووصلته وكملت الدايرة، وبالتالي مشي التيار الكهربي خلال جسمك، صح؟ الطبيعي والأفضل إن أنا باخد طرف أرضي وبدخله على الأرض بحيث يدي الأرضي الطرف ده، وبالتالي لما أجي أمسك الجهاز أو مثلا المعدة أو الغسالة ديت ما يمرش فيها التيار الكهربي. طب تعال نشوف كده متطلبات عامة لنظام التأريض. نبص كده. أن يتم توصيل الأرض بأقرب المسارات الممكنة، يراعي ضرورة تأريض جميع لوحات التوزيع، يراعي تأريض جميع المعدات الكهربية التي تحتوي على شاسيه معدني، أن تستخدم ألوان مميزة لأسلاك التأريض، بختار مثلا اللون الأخضر أو اللون الأصفر، خامس حاجة وأخيرا يراعي عدم عمل أي توصيلات لموصلات التأريض. يعني مثلا لو عندي سلك موصل بالأرضي التأريض ما ينفعش أعمل فيه أقطع وأعمل فيه توصيلات. كده خلصنا النقطة رقم 8. نوصل بقى لآخر نقطة وهو الكونتاكتور. موضوع مهم جدا. كونتاكتور موجود في دوائر الكهرباء، موجود في دائرة القوة ودائرة التحكم. باختصار كده، انا عايز اعمل كنترول في اي دائرة كهرباء، عايز اعمل تحكم، فطبعا بستخدم العنصر الاساسي عندي في الدائرة وهو الكونتاكتور، هو قلب دوائر التحكم الكهربائية، فلا يمكن تصميم دائرة تحكم كهربية دون وجود الكونتاكتور. يعمل اساسا على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي بحيث يستخدم ملف يمر به تيار كهربي. عندي هنا موجود هنا في الكونتاكتور ملف كهربي بيمر في تيار كهربي، لو مر في التيار الكهربي بيعدي التيار الكهربي في دائرة القوة، يعني مثلا انا بستخدم هنا 380 فولت فبيعدي، انا هنا ده الجهاز ده بيفصل لي دائرة القوة عن دائرة التحكم. دائرة القوة اللي بيمشي فيها الامبير العالي وبيمشي فيها الفولت اللي هو 380، اما دائرة الكنترول بيتم عملية التحكم اللي انا ابدأ اوصل او افصل، ماشي. قلنا وصلنا لحد بيستخدم ملف يمر به تيار كهربي، بيولد مجال مغناطيسي يعمل على جذب قلب حديدي، والذي يكون فيه متصل بأطراف دائرة القدرة على دائرة الباور، ويستخدم الكونتاكتور أساسا في تشغيل الأجهزة والمعدات التي تتميز بفرق جهد عالي وكذلك تيار كبير عند التشغيل، مثل آلات المصانع، أجهزة التكييف ودوائر الإنارة والتدفئة وغيرها. نشوف كده التركيب الداخلي للكونتاكتور. زي ما احنا شايفين عندنا
عندي قلب حديدي، وعندي هنا ملف لو مشي تيار كهربي في ملف يتولد مجال مغناطيسي بيعمل اعجاز بنقط التلامس زي ما احنا شايفين كده. يتكون الكونتاكتور من دايرتين اساسيتين، دايرة التحكم ودايرة الباور او دايرة القدرة، وعندي هنا تلامسات ثابتة ونقاط مساعدة في دايرة التحكم تتصل بملف المغناطيس الكهربي وهو ما يسمى بالبوبينة، ودائرة القوة أو دائرة القدرة تتصل بالمتلامسات الثابتة. يعني باختصار الكونتاكتور ليه جزئين، جزء بيبقى موجود في دائرة القوة وجزء موجود في دائرة التحكم، ودائرة التحكم هي اللي بتتحكم في مرور التيار في دائرة القوة. عايز أفصل، عايز أشغل، الكلام ده بيتم عن طريق الكنترول اللي موجود في دائرة الكونتاكتور في دائرة التحكم، المنطقة اللي هي فيها الملف والقلب الحديدي. طبعا هنعرف نظرية عمل الكلام دوت وهنشتغل عليه. في الملحوظة دي بنقول ايه، دائرة التحكم هي التي تفكر وتأخذ القرار، اما دائرة القوة فهي التي تنفذ، ولذلك فلا غنى عن اي منهما. تمام، نخش بقى كده. الكونتاكتور في منه انواع كثيرة، اي عند شراء او تغيير يجب معرفه ثلاث اشياء. ايه هما بقى ثلاث اشياء؟ اول حاجه فرق الجهد الذي تعمل به دائره التحكم، انا اشتغل بفولت قد ايه، عدد نقاط التلامس المساعده المفتوحه والمغلقه. خلي بالنا هنا، انا عندي هنا في الكونتاكتور في حاجه اسمها النقطه 13 والنقطه 14، في بص مكتوب جنبها نورمال اوبن، نورمال اوبن دي نقطة مفتوحة، امتى تتقفل؟ لو مر تيار كهربي في قلب الملف. في نقطتين زيهم كمان بس نورمال كلوز، مقفولين، أول ما يمر تيار كهربي في الملف بيتم فتحهم عكس دول. تمام، تالت حاجة هنا شدة التيار بالنسبة للحمل، ايه الأمبير اللي أنا موجود في الدايرة اللي أنا موجود فيها الحمل. ناخد كده بقى حاجة خدها خاصة بالعملي نفسر بيها المخططات الكهربية البسيطة طبقا للرموز والمصطلحات. ايه بقى الكلام ده؟ اول حاجة عندي هنا مأخذ التيار اللي هو 220 فولت، اللي هو ايه، الفردة الكهرباء والفردة الارضي. بعد كده عندي هنا في مصهر حماية، بعد كده عندي مفتاح اوتوماتيك، بعد كده عندي الكونتاكتور اللي هو الجزء ده شايفينه هنا، بيبقى مثلا 10 أمبير 220 فولت للملف. بعد كده عندي المحرك مثلا 1 حصان، بعد كده السلك المتوصل بيه الدايرة مثلا نص ملي، بعد كده عندي سمك سلك دايرة القدرة. زي ما احنا قلنا هنا واتفقنا، عندنا كونتاكتور بيفصل دايرتين عن بعض وهو موجود في الدايرتين دول، في دايرة القوة اللي بيمشي فيها الأمبير العالي والجهد العالي، وفي دايرة التحكم اللي هي الكنترول اللي بتتحكم في الدايرة دي. هنا طبعا سمك السلك اللي موجود هنا بيبقى أكبر من سمك السلك الموجود هنا، السلك هنا ممكن يبقى رفيع جدا مفيش أي مشكلة، لأن مفيش أي أمبير عالي موجود هنا، الأمبير العالي كله موجود هنا في سحب الإيه، المحرك. تعالى نشوف مع بعض كده الميكروميتر. طبعا الميكروميتر هشرحه بسرعة، اللي احنا في فيديو موجود وحطه لك في الديسكريبشن بشرح الميكروميتر وطريقتنا في العمل. طبعا الميكروميتر زي ما احنا بنشوف بنقيس بيه السمك، لا بس هي بتبقى الحاجات اللي هي بتبقى ايه صغيرة جدا، لان محتاج لان اقيسها بدقة عالية. الدقة بتاعته ممكن بتوصل من 1/10 لحد 1/1000 ملي متر. شوف بيقيس ايه، 1/1000 ملي متر، يعني حاجة مش ملي ولا 1/10 ملي، ده 1/1000 ملي. زي ما هو موجود قدامنا هنا في منه اللي هو العادي اللي انا بقدر اقيس بيه عن طريق الارقام الموجودة هنا والشرط، او بقى في اللي هو الديجيتال اللي انا على طول بيطلع له قيمة. شوف هنا بيطلع لي ايه، 7755 من 1000 ملي متر. نبص كده مع بعض. طبعا هنا ابص على الدقة بتاعت، بس هنا 1/1000 بوصة مش ملي.
زي ما احنا شايفين كده، في منه حاجات ديجيتال بيطلعوا لك القيمة على طول. اما في الحاجات بقى اللي احنا هنتعلم ازاي نقيس بيها زي ما احنا شايفين كده دوت. اهم حاجة عندي الاكيورسي اللي هي الدقة بتاعتي، دي 1 من 100، ده 1 من 100 ملي متر. شوف بقى الاكيورسي بتاع ده اللي هي الدقة بتاعته 1 من 1000 ملي متر. شوف كده 7755 من 1000 ملي متر. طب تعالى كده نقيس مع بعض، نجرب طريقة القياس. أنا جيت ورحت جاي قايس المسافة دي وعايز أطلع القيمة كام. نبص كده مع بعض، عندنا إحنا هنا شغالين بالملي، 0 1 ملي 2 ملي 3 ملي 4 ملي 5 ملي. الشرطة الموجودة تحت دي بالنص، يعني مثلا لو وقفت عند الشرطة دي يعني نص ملي. طب الشرطة دي اللي قبلها 1 ملي، تبقى ديت ايه؟ 1.5 ملي، وهكذا. ديت 4 ملي، تبقى دي 4.5، 5 ملي. تمام كده. طب نقيس كده مع بعض، الشرطة دي واقفة عند ايه؟ 15 16 17 ملي. هي واقفة بالظبط عند 17 ملي، يبقى نكتب عند هنا تديني 17 ملي. طيب في كسر كمان؟ لا ده مفيش كسر. نجيب الشرطه اللي بقى اللي هي هنا، الشرط دي، شوف الشرطه دي واقفه عند ايه؟ ده زيرو، مفيش. زائد زيرو، وبالتالي هنا يديني 17 مللي، زائد زيرو يديني 17 مللي، يبقى الدايمنشن عندي 17 مللي. طب تيجي ناخد حاجه تانية كده بسرعه، عند هنا بيقيس اهو، نبص كده 0 1 2 3 ادي 5 ادي 6 ادي 7، 7.5. يبقى اول حاجه اكتبها 7.5 مللي، تمام. زائد بقى الحته الصغيره، الحته الصغيره دي اجيبها ازاي؟ اشوف بقى الشرط اللي هنا دي، ادي 15 وادي الشرط اللي فيها 16، هي عند الايه؟ ال 16 من 100. يبقى اكتب كده 16 من 100، اجمع الاثنين مع بعض هيدينا 7.66 من 100 مللي متر. بسيطه جدا ومفيش اي حاجه. تعالى ناخد واحدة كمان، هنا نبص كده، ادي زيرو، ادي 1، ادي 2، ادي 3، 3.5. يبقى أول حاجة أكتبها 3.5، 3.5. زائد نبص كده بقى، هو واقف عند ايه؟ ادي ال 40، 41 من 100، اللي هي الشرطة اللي قبل الايه؟ الايه؟ الشرطة الموجودة في النص دي، يبقى 41 من 100. اجمع الاثنين مع بعض يديني 3.91 ملي متر، يعني 3 ملي، 3 ملي، 91 من 100 ملي متر. ده الدايمنشن. مايكروميتر بسيط جدا وسهل جدا، نتدرب مع بعض ونشوفه تاني. نخش بقى بعد كده على بقى توصيل اللمبتين على التوازي وعلى التوالي. طبعا الموضوع بسيط جدا ومفيش اي حاجة، عندي لمبتين اهوت عايز اوصلهم على التوازي، كل واحدة ليها طرفين، الطرفين دول بيوصلوا بالتيار الكهربي، يعني دي واخدة طرفين اهي ودي واخدة طرفين، الاتنين ملهمش دعوة ببعض، يعني دي لو فصلت دي شغالة دي شغالة، دي فاصلة ملهمش دعوة، وشدة الاضاءة ملهاش دعوة دي غير دي خالص، دي ليها اضاءتها ودي ليها اضاءتها على حسب الامبير بتاعها. لو الاتنين نفس الامبير او الاتنين نفس المقاومة، الاتنين نفس المقاومة يديني نفس الايه؟ شدة الاضاءة. ده التوصيل بتاعها على التوازي. التوصيل بقى على التوالي، اللي انا بودي تيار كهربي فرد هنا وباخد من ده لده، ومن ده اودي ايه؟ ارجع للايه؟ لمصدر التيار الكهربي. خلي بالنا لو ديت باظت او دي حصل فيها مشكله، دي هتفصل تيار اخر، لان اتنين متواصلين مع بعض على التوالي زي ما احنا شايفين كده. عندي هنا بقى توصيل لمبه فلورسنت، الموضوع برضه بسيط جدا، عندي اللمبه هنا وعندي هنا الملف الخانق، بوصل ده تيار كهربي، وعندي هنا مفتاح تشغيل، موضوع بسيط جدا مفيهوش اي حاجه. بكده نقوم انتهينا من المخرج الاولاني، كان طويل شويه بس فيه شويه معلومات كويسه جدا، اتمنى اكون افدت الجميع. اشكركم جدا في رعايه الله، كان معكم دكتور احمد بدوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.